İsmi Azam mertebesinde bir dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Ferdu ya Hayyu ya Kayyum. Ya Hakemu ya Adlu ya Kuddus. Ya men lehul esmaul husna. Ya men lehul meselul a'la. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأنه لا إله إلا أنت الحنان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب يا رب نسألك بأنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا فتاح يا عليم يا باسط يا معز يا جواد يا كريم نسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم ونسألك بجمال كمال تمام غاية نهاية حقيقة سر اسمك الأعظم الذي تألفت بذيله معنى حقيقة كليات حقائق معاني بواطن أرواح أنوار أسمائك يا الله يا الله يا الله صل على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا وارزق والدينا ورفقاءنا وأقرباءنا وأحبابنا وإخواننا وطلبة رسائل النور جميع الحاضرين والغائبين في خدمة القرآن والإيمان حسن الخاتمة واغفر لنا ولأساتيذنا سعيد النرسي وأحمد خسرو رضي الله عنهما وتقبل منا ما قرأناه وما نقرأه من الأوراد النورية بقبول حسن واجعل ما قرأناه لوجهك الكريم آمين 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 والحمد لله رب العالمين.